السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الحبيب في المنام تدل على الحب والمودة والعلاقة الوطيدة، ومن رأت حبيبها مبتسما في الحلم فهذا يدل على تيسير أمور الزواج وزوال العراقيل أمامهم. أما رؤية الحبيب حزين في المنام فتدل على التعرض لخيبة أمل. فيما ذكر رؤية الحبيب في المنام دليل على التعلق الشديد به والود الكبير له. أما رؤية الحبيب بعد الفراق في المنام فتدل على الشوق والحنين له. ومن رأى الحبيب حزينا في الفراق في الحلم فهذا يدل على ندمه ورغبته بالعودة إليه. فيما رؤية الحبيب في المنزل في المنام فتدل على الارتباط والزواج منه. ومن رأت أو رأى أن حبيبها في المنزل في الحلم فهذا يدل على وصول الرأي لما يسعى إليه ويتمناه. أما كره الحبيب في المنام فدليل على نشوب المشاكل معها. ومن رأت حبيبها يكرهها ويصدقها في الحلم فهذا يدل على مواجهة المتاعب والأزمات في علاقتهم. أما الشجار مع الحبيب في الحلم فدليل على مواجهة بعض العراقيل التي تقع بوجه الارتباط. والغضب والشجار من الحليب في الحلم يدل على اضطراب الأمور بينهم. فيما حضن الحبيب في المنام دليل على شدة تعلق قلب الرأي بها. واحتضان حبيب أمام الناس في الحلم يدل على إعلان خطوبتهما قريبا. فيما رؤية زواج من الحبيب في المنام فتدل على اقتراب موعد زواج بينهم. وإذا رأيت أنك تزوجت من الحبيب السابق في المنام فهذا يدل على عودة الوصال قريبا. أما الجماع مع الحبيب في المنام فيدل على التواصل والتودد بينهم. ومن رأى حبيبها يداعبها في المنام فهذا يدل على احتيال أو كذب. فيما رؤية موت الحبيب في المنام تدل على فراق وانتهاء العلاقة معه. ومن رأت حبيبها يموت فجأة في الحلم فهذا يدل على مشكلة مفاجئة تؤدي إلى الانفصال. فيما رؤية الحبيب في المنام للعزباء يدل على العاطفة والحب الشديد. وإذا رأت الفتاة العزباء حبيبها بعد الفراق في الحلم فهذا يدل على افتقاده لها في حياتها. فيما رؤية الحبيب في المنام للمتزوجة تدل على كثرة تفكيرها بالماضي. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تزوجت حبيبها السابق في الحلم فهذا يدل إلى العودة لأمور لا تستطيع العمل بها. فيما رؤية الزوج لحبيب في المنام للحامل فتدل على الراحة والتخلص من التعب. أما رؤية الحبيب في المنام للمطلقة فتدل على العلاقات الجديدة في حياتها. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.